ان شاء الله دي المحاضره الاخيره في الديجيتال ترانسفورميشن ان سبلاي تشين، وان شاء الله لو حبيتوا ممكن نكمل حاجات منفصله بعد كده. النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه قوي هي الفوركاستنج. المره دي انا مش عايزه ابتدي ان انا اللي اتكلم، عايزه ابتدي اسالكم واسمعكم. حد يعرف يعني ايه فوركاستنج؟ ايوه اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الفوركاستنج طبعا هو التوقع والتنبؤ. تمام مظبوط، تمام. حتى من الصورة اللي واضحة قدامنا، يعني زي زمان كده لما كانوا بيجيبوا الساحر بيقعد قدام كورة سحرية كده ويبتدي يشوف يتنبأ بالمستقبل، هو ده معنى الفوركاستنج. اتفضل. طيب هنلعب لعبة صغيرة كده دلوقتي. ظاهر قدامكم دلوقتي السطر الأولاني كده بيقول لك predict next number in the pattern، أول واحد 3.7 3.7 وهكذا، الرقم هنا هيكون إيه؟ هتعرف؟ هيبقى زيها بالظبط 3.7. طب السطر اللي بعديه 2.5 4.5 6.5 8.5 11.5، الرقم هنا هيكون إيه؟ اتناشر ونص. اوكي طيب هنا 5 7.5 6 4.5 7 9.5 8 6.5، الرقم اللي هيكون هنا ايه؟ حد عارف؟ ده هيكون 9. هو ده بالظبط معنى البريدكتنج دلوقتي. تمام، دلوقتي انا بحاول اتنبأ بالمستقبل. انا بيبقى عندي باترن معين، مثلا في السيلز انا بقول ان انا مثلا الشهور اللي فاتت كنت ببيع الرقم ده، ففي اول شهر كنت ببيع الرقم ده، تاني شهر هو نفسه، ثالث الرابع، فابتدي اتنبأ ان الشهر اللي هيبتدي ده برضو هبيع بنفس الفاليو بالظبط، لان هو ده الباترن اللي احنا ماشيين عليه من اول السنه. الطريقه اللي تحتيها شبهها برضو، انا بعت في اول شهر باتنين ونص، بعدين باربعه ونص، بعدين بسته ونص، بعدين ثمانية ونص وعشرة ونص هكذا. فأنا كل شهر بيبقى عندي زيادة في البيع برقمين أو تو ديجيتس، فبالتالي بتنبأ إني هبيع الشهر ده ب 12 ونص. السطر الأخير أنا هنا عندي الديماند متذبذب طالع ونازل، فهنا برضو على الأساس ده تنبأت إن أنا مبيعات الشهر اللي فات كان 6 ونص، وعلى أساس الهيستوريكال داتا اللي عندي فتنبأت إن أنا الشهر ده هبيع ب 9. هو ده معنى التنبؤ او الفوركاستنج. خلينا نشوف النهارده هنتكلم عن ايه. هنتكلم طبعا انتروداكشن، يعني ايه فوركاستنج، يعني ايه فوركاستنج، ايه انواعه، التايم سيريس فوركاستنج والريجريشن، وازاي اعمل جود فوركاستنج. طبعا الفوركاستنج ده الاساسي اللي بيحطه الناس بتوع المبيعات. طب هل هو مهم باقي الناس اللي شغالين في الاورجنايزيشن؟ اكيد طبعا. ليه؟ تعالوا نشوف. أول حاجة بقول إن الفوركاستنج عبارة عن التنبؤ بإيه اللي هيحصل في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار الإيفنتس أو الأحداث اللي بتحصل حاليا في الحاضر واللي حصل في الماضي. يعني أنا مش منفصل تماما عن الواقع، بالعكس أنا من الداتا اللي عندي سواء داتا حالية أو داتا سابقة سنة 2 3 10 20 سنة كمان أقدر أتنبأ إيه اللي هيحصل بكرة أو السنة الجاية. طبعا مش هيكون حاجه 100% تنبؤ صحيح، زي ما بنقول هو التنبؤ يحتمل الصحه يحتمل الخطا، كذب المنجمون ولو صدقوا زي ما بيقولوا، لكن احنا بنحاول نبريدكت ايه اللي هيحصل في المستقبل علشان ابتدي اجهز نفسي واجهز الخامات بتاعتي، اجهز المان باور بتوعي، اجهز الفاينانشال ريسورسز، ابتدي اجهز ان انا ازاي اواجه المستقبل ما يحصلش عندي دروب من اقل حاجه. يبقى دلوقتي انا هو عباره انا هتنبأ بالمستقبل مع الاخذ في الاعتبار الباست والبريزنت. ليه؟ عشان ده بيهمني انا كديسيشن ميكر سواء في اي ليفل في الاورجنايزيشن، في اي اداره، حتى في الادارات العليا الرؤساء مجالس الادارات المديرين العموم، كل ده بيحتاج مني بيحتاج يشوف الهيستوريكال داتا ويشوف الترندز اللي بتحصل فيها علشان يقدر يدخل على المستقبل هو مستريح ومجهز نفسه ايه اللي هيحصل. يبقى هي زي ما قلنا كده هي عباره عن بلاننج تول، اداه من ادوات التخطيط. ليه
خلي البيزنس اسهل. ليه اسهل؟ هيقدر يحط لنفسه خطه ايه النكست موف، زي اللي بيلعب شطرنج بيحاول يتنبأ الخصم بتاعه هيعمل ايه على اساس هو لعب قبل كده كتير وعارف ايه الحركات اللي ممكن تتلعب، فخلاص هو كده بيحاول يعرف ايه الخصم بتاعي هعمله. انا كبزنس في اي بزنس انا عندي برضو كومبيتيتورز، عندي منافسين، ابتدي اتنبأ ايه الحركه اللي ممكن ياخدها وابتدي انا اسبق عليه علشان اخد انا الفيرست موف، مش انا مش هو اللي ياخد الموف وانا ابتدي ابقى رد فعلي مش الفعل. اوكي، يبقى دلوقتي احنا قلنا ان البيزنس مهم فيه جدا الفوركاستنج، مش الفوركاستنج بقى بتاع زمان ان انا هجيب بلوره واقعد قدامها واقول لها ايه اللي هيحصل بكره، لا انا بشوف الداتا اللي عندي الحاليه والقديمه سنه 2 3 10 لحد 20 سنه فاتوا ممكن يفيدوني ان انا اعمل فوركاستنج للمستقبل. تمام، يبقى هو مهم جدا في البيزنس. هو تاني حاجه هو بيفترض ان في عندي ستابيليتي في البيزنس او ستابيليتي في السيستم، بمعنى انا مش بعمل فوركاستنج للحاجات اللي فيها سيزوناليتي مثلا، ولو ان دي برضو ممكن نعملها فوركاستنج. اوكي، لكن هو بيفترض الاستابيليتي، بمعنى ان على الاقل حتى البلايرز اللي في السوق هم ان التكنيكس بتاعتهم اللي بيستخدموها السنه دي هي نفسها اللي عملوها السنه اللي فاتت. اوكي، يعني هو بيفترض ان الدنيا ثابته مفيش اي تغيير فيها. تالت حاجة اتكلمنا قبل كده في المحاضرة اللي فاتت على الاجريجيشن، فهنا انا عندي كشركة بعتمد دايما ان كل البرودكتس بتاعتي فيها اجريجيشن مع بعض، كان الفوركاستنج بيعتمد على الاجريجيتد برودكت احسن ما ما يعتمد على individual products. اوكي، ليه؟ لان هم كلهم في الاخر يعتمدوا على بعض وبيصبوا ببعض. الحاجه الثانيه اللي احب اقولها برضو ان هو عباره عن long run planning. ليه؟ سواء سنه او سواء اثنين او سواء خمسه، هو long term او long run planning. ليه؟ عشان انا محتاجه اعمل نفسي budget، اشتغل السنه الجايه مثلا عايزه اشتري كذا وانتج كذا واحط واتوسع مثلا في الشركه او اعمل مكان جديد او اشتري الات جديده، فكل ده محتاج مني بادجت وكوست كنترول. الماركتنج طبعا هو بيحتاج اكتر حد بيحتاج فينا، او هو ان الناس فاكره ان هو اكتر حد بيحتاج الفوركاستنج. ليه؟ عشان عنده سيلز فوركاست ويبتدي يعمل عليها عروض ترويجيه مثلا وهكذا. اما الاوبريشنز برضو اللي هو التشغيل نفسه محتاج برضو فوركاست. ليه؟ اتكلمنا في المحاضرات اللي قبل كده عن الكاباسيتي، عن السكيدولينج، هنتج ايه امتى وكميات قد ايه، الانفنتوري نفسه هحتفظ بالمخزون قد ايه سواء كان رو او ورك ان بروسيس او فينيشد جودز. اوكي، معايا لحد كده؟ حد محتاج سؤال في الجزء ده؟ طب ايه اهميتهم بقى في الاوبريشن؟ زي ما قلنا اي منظمه محتاجه انها تحط خطه وتنفذها، فبالتالي انا محتاج اتنبأ باللي هيحصل في المستقبل علشان اكوب ما اللي هيحصل. ليه؟ عشان انا محتاج برضو كاش فلو، محتاج كابيتال ريكويرمنت، هشتغل ايه راس المال اللي محتاجاه اشتغل بيه، محتاجه هيومن ريسورسز، هاير ولا هفاير زي ما اتكلمنا المحاضرات اللي فاتت، هنتج السنه دي مثلا كميات اكبر من السنه اللي فاتت، فبالتالي محتاجه مان باور اكتر، محتاجه اعين تعيينات جديده، ولا انا هنكمش زي ما بيقولوا كده وبالتالي محتاجه اسرح جزء من العماله اللي عندي. البرودكشن برضه محتاج الفوركاست. ليه؟ عشان محتاج ماتيريالز. وايه البرودكشن ليفل اللي هعمله؟ هعمله شيزنج ولا هعمله ليفل زي ما اتكلمنا؟ الورك فورس ههاير ولا هفاير؟ الماتيريالز هحتاج اشتري خامات قد ايه وتوصل لي امتى؟ الانفنتوري، كل الكلام ده محتاج مني بلاننج، والبلاننج اساسي فيه فوركاست. اوكي، طيب زي ما اتكلمنا اهو انا بعمل فوركاست، ده اللي هيطلع منه السيلز فوركاست. السيلز فوركاست ده هيطلع منه البروكيورمنت بلانز، ايه الحاجات اللي محتاجه اشتريها، الماركتنج بلانز، الناس بتوع الماركتنج هيشتغلوا ازاي، الفاسيلتي اكسبانشن سواء هعمل بقى كونتراكت هزود الفاسيلتي نفسها، هبني مباني زياده، هاير ناس زياده، هشتري الات زياده، ولا ممكن ان اعمل اوت سورسنج زي ما اتكلمنا ان ممكن استعين بمصانع تانية تصنع لي. البيرسونال بلانز محتاجه هاير ناس او هفاير ناس، او ممكن ان انا استخدم الناس اللي عندي وارفع الكفاءه بتاعتهم او اديهم تريننج زياده ان هو يقدر يشتغل في
يبقى مالتي فانكشنز كده، مالتي سكيلز، ممكن احطه في اي مكان، النهارده محتاجاه على مكنه ايه، بكره ممكن اشتغل على مكنه سي، وهكذا. البرودكشن بلانز نفسها للسكيدولينج، الحاجات اللي محتاجه انتجها هنتجها امتى وبقد ايه. الفاينانشال بلانز عشان الكاش فلو، لازم يبقى عندي كاش فلو، ممكن اعمل كل ده بس ما عنديش الفلوس، فلازم كل ده يبقى انتجريتد مع بعض. اوكي، طب ايه عناصر الفوركاست الجيد او التنبؤ الجيد؟ اول حاجه لازم يكون ريلايبل، واقعي. ما اجيش انا مثلا شركه بتاعت ادويه واقول انا هنتج خبز مثلا، يعني ده اوت اوف سكوب وما عنديش اي حاجه تاهلني انا اعمله. مثلا لازم يكون meaningful، ليه معنى الناس تفهمه. compatible، متلائم مع اهداف المنظمه. اوكي، لازم يكون ليه تايم هورايزون. ما ينفعش اقول انا خطتي اني هعمل كذا كذا، طب امتى؟ سنه، سنتين، ثلاثه؟ لازم احط تايم هورايزون، تايم فريم للكلام اللي انا هعمله ده. easy to understand and use، لازم كل واحد في الشركه من اول رئيس مجلس الاداره لحد عارف، فاهم احنا هنعمل ايه السنه دي. كلام مفهوم، مش كلام مثلا ناس كلهم بيتكلموا عربي في الشركه وانا حاطه لهم حاجات بالانجلش محدش فاهمها، كلهم قاعدين يقولوا اه حاضر ومحدش فاهم حاجه. لازم يكون كلام مفهوم للكل وواضح للكل وسهل ان الكل ينفذ. اوكي، يبقى زي ما قلنا لازم يكون اكيوريت، يكون دقيق، تايملي، محدد المده، ريلايبل، يمكن تنفيذه، اكسبريس ان مينينجفول يونت، لغه سهله مفهومه للكل، واهم حاجه يكون مكتوب، مش فيربال، مش كلام اتكلمناه في قعده وخلاص، لا لازم يكون مكتوب عشان الكل يلتزم بيه. لازم احط له تكنيك، تكنيك هستخدم ايه، التكنيك اللي هستخدمه عشان ابني بيه الفوركاست، ويكون التكنيك ده سهل وسهل الناس تستخدمه، يعني بسيط، بسيط في التنفيذ وسهل قوي الناس تفهمه وتشتغل عليه. طب عشان خلصت بقى الحاجات دي اتفقنا عليها، ابتدي ادخل طب ازاي اعمله، ايه الستبس. اول حاجه لازم احدد الغرض من الفوركاست، انا عايزه ازود مبيعات او عايزه اخترق اسواق جديده مثلا، ولا عايزه اشتري مكان جديد، يعني هشوف ايه. لازم احدد له اول حاجه غرض. تاني حاجه بعد تحديد الغرض على طول، الستيب اللي بعدها تايم هورايزون، الوقت اللي انا محتاجه اعمل فيه الكلام ده، سنه او اتنين او تلاته او خمسه او لحد 20 سنه. تالت حاجة التكنيك، اختار التكنيك اللي هستخدمها في الفوركاستنج. وانس ان اخترت التلات حاجات دولت، يجي اهم دور دلوقتي او دور اللي عليه دور دلوقتي، ان انا ابتدي اجمع الداتا وابتدي احللها. اي نوع داتا؟ داتا من السوق، داتا من الشركة نفسها اللي انا بشتغل فيها، اداء السنين اللي فاتت كان ايه، البنش مارك بتاعي مين، مين الكومبيتيتورز بتوع في السوق وشغالين ازاي. ابتدي اجمع كل الداتا اللي انا محتاجاها، مش بس كده، بشوف كمان داتا عن الاوضاع السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في البيئه بتاعتي، سواء البيئه اللي بشتغل فيها، اللي فيها المصنع بتاعي مثلا او الشركه بتاعتي، او برضو اللي انا الاماكن اللي انا هشتري منها خاماتي، زي مثلا دلوقتي مثلا في مشاكل عند كل الناس في ان هو يجيب خامات، خصوصا من الهند، الدنيا هناك ضايعه خالص. اوروبا في شويه دول برضو الدنيا هناك مقفوله، فبعد ما كان مثلا بيطلب الخامه توصله في خلال اسبوعين ثلاثه، دلوقتي شهرين ثلاثه بدل اسبوعين ثلاثه. فلازم كل الداتا دي تبقى عندي علشان اطلب الحاجه في الوقت اللي زي ما قلنا انا محتاجه حاجه تجيلي جاست ان تايم، الوقت اللي انا محتاجاه، ما اطلبهاش النهارده تجيلي بعد 20 يوم او 50 يوم وانا محتاجاها بعد 3 ايام، يبقى معنى كده ان لازم اطلبها بدري، وهكذا. وانس اني خلاص بقى جمعت الداتا، ابتدي بقى اجهز الفوركاست. جهزت الفوركاست ابتدي انفذه ومونيتور، مش بس ان انا خلاص بقى اخده واعمل الفوركاست، لا ابتدي امونيتور الفوركاست، الناس شغاله، الدنيا ماشيه زي ما احنا متوقعين ولا لا. دايما هيحصل ديفيشن، هيحصل فيه اختلافات، ما قلناش لا، بس كل ما كانت قليله كل ما كان احسن، عشان وظيفه الفوركاست او الهدف منه في الاخر ان انا يسهل لي شغلي. فمعنى كده لو هو في مشاكل عندي في الفوركاست وبعيده قوي عن الهدف اللي اتحط له، بمعنى كده ان في حاجه غلط في الفوركاست، لازم ابتدي ارجع اراجعها وبسرعه علشان اصحح المسار بتاعي. اوكي،
طيب كل برودكت في الدنيا ليها لايف سايكل، الفوركاستنج بيختلف برضو طبقا لللايف سايكل بتاع البرودكت. زي مثلا لو انا في مرحله الانترودكشن لسه بقدم برودكت جديد للسوق، اوكي، سواء كان جديده في السوق تماما او كشركه، انا في شركتي انا اللي اول مره انزل بيها، زي مثلا الموبايل التابلت هو اوريدي موجودين في السوق، لكن لو انا شركه قررت ان انا انزل برودكت جديد، طبعا انا الشركه عندي محدش عارفها خالص ان احنا هنشتغل في التابلت، فابتدي انا هنا ما عنديش هيستوريكال داتا عن السيل بتاعتك عندي انا في الشركه، فابتدي الجا لحاجه اسمها كواليتاتيف ميثود اللي هي الطرق النوعيه. ابتدي الجا لمثلا خبراء في المجال، ابتدي يقول لي احنا هنمشي ازاي، هنعمل ايه، متوقع ابيع قد ايه. ابتدي برضو الجا للماركت ريسيرش، انزل السوق واسال الناس احتياجاتكم ايه، محتاجين ايه، هتشتروا ايه الفتره الجايه، اعمل سيرفي لسيلز فوركاست، بمعنى ناس التيم بتاعت سيلز يبتدي ينزل ويسال الناس احنا شركه بنعمل كذا كذا، احتياجاتكم، هتشتروا مننا قد ايه. هنتكلم عن الحاجات دي بالتفصيل بعد كده. يبقى في الانترودكشن، في الجروث، مرحله النمو اللي هي التاليه مباشره من مرحله الانترودكشن، خلاص نزلت هنا السوق وابتدت الناس تعرفني، ابتدى المبيعات يتنمو، ده المرحله دي بسميها الجروث. بعد كده في مرحله الماتوريتي اللي هي خلاص بقت دخلت السوق والناس عرفتها وخلاص ماتوريتي، يعني عندي ستابيليتي في السيلز، لا بيقل ولا بيزيد، تقريبا واحد زي سيم. المرحله دي بقى بستخدم كوانتيتيف موديل، لان خلاص بقى عندي هيستوريكال داتا عن السيلز بتاعي واقدر اعتمد عليها، فهنا بتخلى عن الكوانتيتيف موديل وابتدي الجا للكوانتيتيف اللي هي الكمي، ابتدي احلل بياناتي. مرحله الديكلاين اللي هي مرحله ان خلاص السلعه بيبتدي يقل الطلب عليها، سواء هي تقادمت او طلع حاجات احدث منها، زي مثلا حاجات التكنولوجيه او حتى في الادويه نفسها بيطلع حاجات جديده، في بيدرس حاجات مثلا اقل في درجه، يعني مور افكتيف وفي نفس الوقت ليس سايد افكتس وهكذا. اوكي، اي سلعه في العالم سواء كان اكل او شرب او تكنولوجي بتمر بالاربع مراحل دول. مش معنى الديكلاين ان هي بتختفي من السوق، هو بيقل الطلب جدا عليها، بيوصل لاقل حاجه، لكن ممكن تفضل موجوده في السوق. زي مثلا دلوقتي كريمات البشره، في كريمات العاديه بتاع زمان اللي كان في كل البيوت، دلوقتي طلع حاجات جديده اللي هي مثلا حاجه بالهيرونيك اسيد، حاجه مش عارفه فيتامين سي، حاجه مش عارفه بالمارين كولاجين وهكذا، فدي بيبقى عليها طلب دلوقتي اكتر، لكن في نفس الوقت الكريمات العاديه لسه برضو موجوده، لسه ليها ناسها. اوكي، طيب هنتكلم دلوقتي بالتفصيل. زي ما قلنا دلوقتي انا عندي نوعين منهم، كواليتاتيف اللي بستخدمه في المراحل الاوليه من تقديم السلعه للسوق اللي هي مرحله الانتروداكشن والبروس، ومرحله الثانيه اللي هي الماتوريتي والديكلاين بستخدم لها الكوانتيتيف. خلينا ناخد كل واحده فيهم بالتفصيل. الكوانتيتيف فوركاستنج ميثود هم اربع حاجات اساسيين بستخدمهم: executive judgment، executive sales forecast اللي هو sales force التيم السيلز بتاعي، market research والديلفي. ناخدهم بالتفصيل. executive judgment اللي هي opinions، الاراء الناس، مين اني ناس، الناس اللي هم عندي high level managers او experts في المجال، ببتدي اخد رايهم وهم عارفين السوق اكتر مني. السيلز فوركاست اللي هو السيلز بتاعي انا كشركه، انا عندي سيلز تيم، كل سيلز تيم بينزل المنطقه بتاعته وبالتالي بيجمعها بيوديها للسوبرفايزر بتاعه، والسوبرفايزر بيبلغها للديستريكت مانجر، فبالتالي خلاص انا عرفت كده الاوفر اول فوركاست ممكن يكون عامل ازاي للمنطقه كلها. اوكي، الماركت ريسيرش اللي هو بقى الناس بتنزل تسال الناس في الشارع او في المحلات ايه الفيتشر بلانز بتاعتك، مشترياتك اللي انت نفسك هتشتري ايه، يبتدي من يحلل البيانات دي ويبتدي يطلع براي ما. ليه؟ لان اوريدي انا قلت ان السلعه في مرحله الانترودكشن وانا ما عنديش هيستوريكال داتا، فبالتالي بلجا للكوانتيتيف ميثود، اسال الناس واسال السيلز فورس واسال الخبراء اللي شغالين في المجال. اوكي، طب لو انا بقى لسه هنكمل في طريقه اخيره في الكوانتيتيف اسمها ديلفي ميثود. يعني ايه ديلفي ميثود؟ بجيب مجموعه خبراء بقعدهم على ترابيزه وابتدي اوزع عليهم كوشنير يقول رايه فيه، ويكون في حد زي فاسيليتيتور او كوردينيتور يجمع منهم اللي كتبوه ويلخصه،
بعد ما يلخصوا يوضعهم تاني على نفس تاني، بعدين ياخد تاني الآراء دي ويجمعها ويعمل لها يلخصها ويقسم عليهم تاني. ليه؟ كل مرة بيوزعهم يبتدي يشوف هل هو نفس الآراء هي هيهم، هل اتغيرت، لحد ما في الآخر الكل يتفق على رأي معين، يبقى هو ده الفودكاست اللي أنا هعمله. واضحة؟ هو ده اختصار الكلام اللي مكتوب كده. أنا بجيب طريقة، بجيب كويشنير بوزعه على الناس، كل واحد يكتب رأيه، وحد يجمع البيانات دي يحللها ويلخصها ويوزعها عليهم تاني، يبتدي بمجموعة أسئلة جديدة وهكذا، لحد ما في الآخر الكل يتفق على رأي معين. أوكي؟ طيب الطريقة التانية اللي هي quantitative forecast، اللي هي بتعتمد على تحليل البيانات الكم. دي في مرحلة، قلنا ايه؟ مرحلة ان اتفضل استاذ نعيم، اتفضل. عفوا بس كنت مثلا عن الفرق ما بين الاكزيكتيف والدلفي تكنيك. الدلفي مجموعة خبراء وبديهم نفس الأسئلة، وهم بيقعدين على نفس الترابيزه، يعني مش بس كل واحد انديفيدوال لوحده، لا انا كلهم قاعدين زي ميتنج روم كده على نفس الترابيزه، بياخدوا نفس الاسئله وكل واحد بيجاوب برايه، وبعدين حد بيجمع الورق ده ويلخصه ويفرقه عليهم تاني، وكل واحد يقرا التاني كتب ايه، لحد ما كل وكل واحد يبتدي يقول رايه كمان مره وهكذا. ممكن تتوزع الاسئله مره اتنين تلاته، ممكن ازود كمان اسئله عليها في الاخر، كلهم ما بيتفقوا على راي مثلا، او الاغلبيه بيتفقوا على راي، هو ده اللي بعتمده كالفوركاست بتاعي. وضحت؟ هذا الدلفي تكنيك. طيب هو يعني مشابه للاكزيكتيف برضه؟ الاكزيكتيف طبعا. لا، الاكزيكتيف واحد بس اللي بيقول رايه، باخد راي واحد او اتنين او تلاته، وكل واحد مش عارف التاني. مش على نفس مش في نفس اللحظة يعني. مش في نفس الوقت، يعني هم كلهم قاعدين في نفس المكان وباخد رأيهم كلهم، ويكون برضو رأي مكتوب وكلهم يتوزع عليهم تاني ويراجعوا آراء بعض تاني لحد ما يوصلوا لاتفاق ما يعني. جميل، شكرا. شكرا، عفوا. طيب هنتكلم على بقى الكوانتيتيف اللي هي قلنا دي، انا خلاص بقى في مرحله الماتوريتي او الديكلاين، فبالتالي عندي داتا كفايه اقدر اخد اطلع منها اناليسيس واستخدمها. عندي كذا طريقه منهم. اول حاجه تايم سيريس، حاجه اسمها ريجريشن موديل. التايم سيريس اللي بعتمد على فترات، لازم هنا بشوف الداتا بتاعتي فترات معينه، اسابيع او شهور او سنين. فهي نفسها بتتقسم برضو لثلاث حاجات اساسيه: النايف، الموفينج افريج، الاكسبوتنشال سموثينج افريج. نبتدي نشوف النايف من اسمها اللي هي ساذج. يعني ايه ساذجه؟ يعني انا بفترض ان النهارده زي بكره زي بعده، الشهر ده زي الشهر الجاي زي اللي بعده. بمعنى انا بعت بمليون جنيه الشهر ده، الشهر الجاي هبيع بمليون، اللي بعده بمليون، وهكذا لحد اخر السنه، هو نفس الرقم ماشي معايا. خلاص، دي طبعا حاجة سهلة وبسيطة جدا، وأغلب بتوع السيلز بيعملوها لأنها مش بتاخد منه أي وقت ولا أي مجهود. النهاردة السنة دي، السنة اللي فاتت بعنا ب 20 مليون، السنة دي هبيع ب 20، هو حاطين نفس الرقم، ما تعبش نفسه بأي حاجة خالص. أنت عايزة فوركاست، خدي فوركاست اشتغل عليه، فبيريح نفسه خالص. هي ليها ميزة وحيدة إن هي طبعا ما بتاخدش ولا وقت ولا مجهود، ولا محتاجة خبير يجيبي من بره أدفع له فلوس عشان يعملها، لكن طبعا هي ممكن تكون مش واقعية، أو مش هتدي نسبة جروث للشركة. أي شركة بتحتاج تنمو، مش هينفع كل سنة أشتغل بنفس الطريقة اللي شغالة بيها. ليه؟ لأن عندي كومبيتيتورز هياكلوني لو أنا ما تقدمتش، ممكن ياكلوا حصتي في السوق. هي ممكن تنفع كشركة لسه في الستارت أب، يعني لسه بتتقدم، لسه في البداية، فممكن السنة دي هبيع زي السنة اللي فاتت. سيمبل خالص. أوكي، الطريقة اللي بعدها، لو سوري، خلينا ناخد مثال عليها الاول. هنا مثلا قلت ان البيلد بتاعتي الشهر، شهر واحد، شهر اثنين، شهر ثلاثه، شهر اربعه، شهر خمسه. السيلز بتاعتي هاخد كل شهر، يبقى هو بتاع الشهر اللي بعده. هنا اشتغل شهر بشهر، يبقى اول شهر واحد
عملت مبيعات ب 11، يبقى شهر 12 النايف فوركاست بتاعها هو ال 11، بس حققت فيها الاكشوال سيلز ب 12، فاخدت هي ال 12 بتاعه شهر 3، بقت هي الفوركاست بتاع شهر 4. جيت في شهر 4 عملت اكشوال سيلز ب 16، يبقى سوري 15. ال 15 ده هيخش معايا، يبقى هو الفوركاست بتاع شهر 5. جيت في شهر 5 بعت ب 16، يبقى 16 ده هيبقى الفوركاست بتاعي بتاع شهر 5، وهكذا. شهر 6 عامل ايه؟ حققت اكشوال سيلز 23، يبقى 23 دي هتبقى معايا هي النايف فوركاست بتاع شهر 7، وهكذا. وابتدي بقى كل شهر اعمل الديفيشن، هو ايه الفرق ما بين الاكشوال سيلز والفوركاست. انا قلت هبيع ب 11، هنا بعت ب 12، فبالتالي بعت ب 8.7 زياده بيرسنت. هنا قلت هبيع ب 12 لكن بعت ب 15، فهنا 24%. فانتوا شايفين فرق كبير ازاي؟ لو انا ما عنديش بقى خامات وبلاننج، فممكن ما اقدرش افلفيل الكلام ده. فعشان كده اسمها نايف، هي سهله. لكل شهر هشوف بعت الشهر اللي فات بكام، واقول هو ده الفوركاست بتاعي. لكن بيكون عندي ديفيشن، تخيل هنا في اخر شهر ديفيشن 41%، معنى كده ما اجي اخش شهر اللي بعديه ممكن ما يكونش عندي رو ماتيريال تشغلني، ممكن يبقى اوت اوف ستوك، سواء فينيشد او ان بروسيس او رو ماتيريالز. فهي هي طريقه سهله لكن في نفس الوقت خطيره، وخصوصا لو الدنيا بتوسع معايا كده في جروث. هنا ما ينفعش انجلكت الجروث ده. اوكي، ده نايف. في حاجة تانية غير النايف بس أحسن شوية من النايف، بس بحاجة اسمها الموفينج افريج، أو بيختصروها بالإم إيه. يعني إيه موفينج افريج؟ بيبقى عندي ترند، ببتدي أشوف الترند بتاعي. يعني زي مثلا المثال اللي فات، أنا شايفة إن مبيعاتي بتزيد، فابتدي أشوف إيه الترند بقى اللي بيحصل، السهم بتاعي بيروح فين. أوكي، يبقى أنا ممكن هنا بحسب أي وقت عندي في السنة، بشوف السيلز بتاعه ايه. خلاص، ممكن احسب ب 5 سنين، ممكن 4 سنين، ممكن 3 سنين، زي ما انا عايز. هنشوف المثال اهو دلوقتي. لو انا عايز اعمل فوركاست ل 5 شهور، هقول انا هجمع ال 5 شهور واقسمهم على عددهم. لو ل 3 شهور، 3 شهور على عددهم، 4 شهور على عددهم، وهكذا. دي اسمها سيمبل موفينج افريج. تشوف الافريج بتاع شهر بشهر. يعني مثلا لو في شهر واحد هبيع ب 10، شهر 2 ب 15، شهر 3 ب 13، شهر 4 ب 10، اجمع كل ده واقسمه على عدد الشهور. ده اللي هي سيمبل موفينج افريج. طريقه هي زي مثلا هنا بيقول لي مثال كده، شركه اسمها اي بي سي، بصت لمبيعاتها في اخر 5 ايام، شافت ان مبيعاتها اول يوم 23، ثاني يوم 23.40، 23.20، 24، واخر يوم الخامس كان 25.5. فهحسب السمبل موفينج افريج ازاي؟ جمعتهم كلهم وقسمتهم على عددهم، فانا عندي دلوقتي الافريج بتاعي متوسط بيعي في اليوم 23.8. فدي شويه مور اكيوريت عن الطريقه اللي قبلها. اوكي، في هنا كمان فيديو حاطه لكم ازاي تعملوها على اكسل شيت، هي سهله جدا، بس هنا بيوضح لكم اكتر ممكن تعملها ازاي على الاكسل. اوكي، طيب الطريقه اللي بعد كده اكسبوتنشال موفينج افريج، هي شبه برضو اللي قبلها، بس هنا بحط ويت، بعمل وزن لكل شهر. هقول مثلا ان الشهر الاخير اكتر فوركاستنج عن الشهر اللي قبله، وهكذا. خلينا نشوف هنا، بقول هنا الفوركاست بيساوي الفوركاست بتاع النهارده بيساوي فوركاست امبارح بس الفا. الفا دي معامل انا هحطه. اوكي، هيكسب معايا ولا الدنيا قطعت؟ طب هتكلم تاني. الاكسبوتنشال سموثنج هو عباره عن الفوركاست ايرور، بيساوي قوي الاكشوال فوركاست، سوري الاكشوال سيلز ماينس الفوركاست. اوكي، طيب يعني هو بيقول لي ان فوركاست النهارده هو فوركاست امبارح بلس الالفا مضروبه في فوركاست ايرور بتاع امبارح. الايرور اللي هو الديفيشن اللي حصل ما بين الاكشوال سيلز وما بين الفوركاست. فهنا هيقول لي الالفا دي هي عباره عن سموثنج كونستانت، اللي هي البرسنتج اوف الفوركاست ايرور.
البرسنتج بتاع الديفيشن اللي حصل. خلينا ناخد مثال زي هنا، بيقول لي عبارة عن لو انا هحسبها في السعر، ممكن اعملها بالسعر مش بس في السيلز، السعر نفسه، سعر النهاردة او مبيعات النهاردة مضروبة في السموثنج اللي هي الفا على 1 بلس الدايز. اوكي، دي طريقة تانية اهي، دي الفا. الالفا دي هو قال لي الالفا بوينت 2، يعني هنا مثلا بيقول لي ويك 1 السيلز بتاعي كان 39، 2 كان 44. ده الاكشوال، ده الاكشوال. اوكي، ده السيلز الاكشوال. هنا الفوركاست انا هحطه، بحطه ازاي؟ بيجي من السموثنج بتاعت زي ما قلنا ايه، انا بشوف مبيعات امبارح وفوركاست النهارده بيساوي فوركاست امبارح بلس الالفا بلس الفوركاست. انا هديكم مسائل بعد كده تشوفوها، تبقى يعني ممكن تحاولوا تحلوها مع نفسكم، هي مسائل سهله يعني. طيب الويتد افريج احنا قلناها من شويه، عايز اقولكم عليها مساله، هي عباره عن السمبلي مالتبلاي اتش نمبر في الويت بتاعتها، انا بديله ويت فاكتور بضربها فيها وبقول ان اخر حاجه هو اكبر حاجه. زي تعالوا نشوف هنا، الاسبوع الاول كان الديماند بتاعي 42، الشهر الثاني سوري ديماند 40، الثالث 43، وهكذا. هنا بيقول لي compute a weight average forecast using a weight of 0.4 for the most recent period. most recent period اللي هي دي اخر حاجه، اخر شهر عندي اللي هو 40، الديماند بتاعه كان 41. اوكي، قال لي اخر حاجه هي ليها اعلى ويت اللي هي 0.4، واللي قبلها 0.3، واللي قبله 0.2، واول واحد 0.1. فتعالوا نحسبها كده مع بعض. بفوركاست انا عايز اجيب فوركاست شهر 6. اوكي، هجيبه ازاي؟ هقول ان فوركاست شهر 6 بيساوي ال 0.4 اللي هي الويت مضروبه في ال 41 اللي هو الديماند بتاع الشهر اللي قبليه، بلس هو قال لي الشهر اللي قبليه هضربه في 0.3 مضروبه في 40. اوكي، بلس اطلع فوق اهي دي مضروبه في 0.2، وهكذا. بعدين اجمعهم كلهم هيطلع ان الفوركاست بتاع شهر 6 هو هنا كام؟ 39. من 39 دي لو حطيتها ابتدي اجيب فوركاست شهر 7، يبقى فوركاست شهر 7 هيساوي الرقم ده مضروب في 0.4 اللي هو قال لي ان اخر حاجه بضربها في اعلى ويت اللي هو 0.4، واللي قبلها مضروبه في 0.3، واللي قبلها في 0.2، وهكذا. يبقى جبت شهر 7 هنا بكام؟ 40.2. فاهمينها؟ حد ليه سؤال في الحته دي؟ هنا في الويتد افريج بعتمد على ويت، واعلى ويت بيروح لاخر شهر ويبتدي يقل. ليه؟ لان ده الموست اكيرت بتاعي. ليها طريقه تانيه، ان انا ممكن اجمع الويتد افريج كلهم. هنا جمعت الويتد افريج كلهم كانوا 0.8، واقسمهم على السم اوف اول ويت، سم اوف اول ويت 15، فطلع لي انه 6.53. دي طريقه ودي طريقه، بس دي اكيوريت اكتر. اوكي، طيب ازاي احسب الفوركاست اكيرسي؟ احنا قلنا دايما في فرق ما بين الاكشن سيلز والفوركاست اللي انا حطيته لنفسي. الديفيشن ده لازم اعرفه واعرف احسبه واعرف بيجي منين واعالجه ازاي. طيب هو طول ما هو انا في الفرق عندي 2% 5% عن الديفيشن ما بين الفوركاست والاكشوال، انا كده اوكي تمام في السيف سايد. لكن لو زاد عن كده بقينا 10% 20% 30%، يبقى في حاجه غلط في الفوركاست، لازم ناس في الفوركاست يرجعوا يعدلوه تاني. يا اما هو حاطه عمل نفسه اندر استيميتد، يعني ما حطش لنفسه تنبؤ صح من الاول، استهان بالمبيعات اللي ممكن تجيله، استهان بمركز الشركه المالي او بوضعها في السوق او بثقه العملاء فيها، فلازم يبقى في هنا حاجه غلط ولازم ابتدي اعالجها.
طب عشان اعرف احسب الكلام ده، في عندي طريقتين مهمين قوي، الماد والام اس اي. الماد هي بيسموها average absolute error، اوكي، او المين absolute deviation، اللي هو بيشوف لي الويت بتاع الايرورز كلها. خلينا نشوف بتيجي ازاي. طيب هنا بقى في الماد بيقول لي انا الديماند عندي في اول شهر كان 800، وال 3 months moving average كان 720، يبقى الديفيشن بتاعي هو الفرق ما بين الاثنين دول 800 ماينس 720 ف80، يبقى الديفيشن عندي هنا ب80. تاني شهر كان 900، لكن الثلاث شهور moving average كان 770، فعندي هنا الديفيشن 130. اوكي، في الشهر الاخير 700، لكن الافرج كان 137، فالفرق ما بينهم 137. بجمعهم كلهم واقسمهم على عددهم اللي هو الثلاثه، ده بس ده بس بس ده 347 على عددهم. فانا عندي الديفيشن كان 115 على الثلاث شهور اللي عندي. اوكي، اكزامبل تاني برضو هنبتدي نحسبها هنا شهر مع شهر تبقى اوضح بالنسبه لكم. شهر 7 او اسبوع 7 او وات ايفر، كان عندي اكشوال ديماند ب 48 اللي هي اكشوال سيلز، الفوركاست كان ب 52، فهي عندي ايرور بالماينس 4.69، يعني انا تنبأت المبيعات لكن بعت اقل منها، فهنا انا عندي ايرور ماينس 4. الابسولوت ايرور بشيل، هي نفسها بس بشيل الاشاره، ما يعني ما باخدش، مش بهتم ان كانت ماينس ولا بلس، دي عشان كده بسميها ماد ابسولوت. اوكي، بشيل الاشاره خالص، بقت 4 بوينت كده. هنا نفس القصه، الديماند في الفتره الثامنه كان الاكشوال ديماند الاكشوال 45، لكن الفوركاست كان محطوط 48، فبالتالي عندي برضو الفوركاست كان اعلى من السيلز، فهنا كنت ماينس 3، لكن في الابسوليت مش بحط الاشاره، مش بهتم ان كان بالماينس او بالبلس، المهم ان انا عندي ديفيشن وخلاص. في الاخر بجمعهم كلهم واقسمهم على عددهم، يعني عندي 5 فترات، جمعت 5 فترات ما بهتمش بالاشاره عشان يطلع لي رقم صحيح في الاخر. اوكي، يبقى انا عندي هنا 16.69، قسمتهم على 5، يبقى عندي الماد ديفيشن بالرقم ده. اوكي، طب الطريقه اللي بعدها شبهها بالظبط، بس بعمل اسمها مين سكوير ايرور، يعني باخد الايرور اللي فعلي بضربه في نفسه. اوكي، يبقى باخد السكوير بتاعها. خلينا نشوف المثال هنا، ده محل ايس كريم عايز يشوف مبيعاته خلال السنه من شهر 1 لشهر 12، فهنا الاكشوال ديماند اللي هي معناها الاكشوال سيلز كان 42، لكن هو كان حاطط لنفسه فوركاست ب 44، وهو هنا اقل ب 2، فاقل من 2 يبقى ايه؟ يبقى هخليها، قلنا هاخد الاشاره بتاعتها السليمه اللي هي 2، 2 دي هخليها سكوير هربعها بقت 4 وهكذا. شهر 2 نفس القصه، كان عندي actual demand أو actual sales ب 45، لكن الفوركاست كان ب 46، فهنا فرق 1 بالماينس، 1 بالماينس دي هعتبرها 1 سليم وهربعه هيبقى 1، وهكذا هفضل أعمل كده لحد ما أخلص ال 12 شهر. أي ايرور هيطلع لي مش ماليش دعوة بالإشارة بتاعه، هربعه وأجمعهم وأقسمهم على العدد اللي هو ال 12، يبقى هنا 56 هقسمه على 12، يبقى عندي التوتال 4.66. اوكي، برضو هنا حاطه لكم فيديو ازاي تتحسب على الاكسل عشان تبقى اسهل، لو عندي داتا كتيره ممكن سهل قوي اعملها على الاكسل. في سؤال؟ طيب في سؤال في الفتره في الجزء اللي فات؟ طيب هو ده اخر سلايد معانا النهارده في المحاضره كلها، وبعدين لو حد محتاج اي اسئله انا موجوده. احنا قلنا دايما الفوركاست بيكون مور اكيوريت، بيكون اصح كل ما كان عندي لارج جروب اوف ايتمز، مش حاجه او اتنين،
متوزعين على كذا برودكت في السنة، يعني كل ما كان البرودكتس كتير كل ما كان الفوركاست أحسن. الفوركاست برضو بيكون more accurate لو لفترة قصيرة، سنة أو سنتين، بيكون more accurate لو عن 5 سنين أو 10 سنين. ليه؟ لأن الدنيا حواليا بتتغير، السوق بيتغير، الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية وكل حاجة بتتغير حواليا، التكنولوجي بتطلع أحدث، برودكتس بتبقى بتختلف، ممكن كانت في مرحلة الماتوريتي بقت في الديكلاين، كل ده بيختلف. فعشان كده كل ما كانت الفترة أقل كل ما كانت أكبر. أي فوركاست في الدنيا لازم يبقى عندي في استيميتد كيف ايرور، لازم يكون عندي نسبة ايرور أنا بحددها اللي هي الألفا اللي قلنا عليها، لازم أحط ايرور ولازم يبقى الايرور ده قليل. طيب بقى قبل ما احط ما ابلاي اي فوركاستنج ميثود، لازم اكون فاهمه السيستم اصلا شغال ازاي، وعارفه ليه اخترت الطريقه دي اصلا، واعرف ازاي انفذها. اوكي. وقبل ما اطبقه لازم اتست، اتست على شهر على 2 على 3 قبل ما ابلاي للسنه كلها. انا هحطه للسنه كلها، لكن اول شهرين ثلاثه بتست الفوركاست بتاعي وبشوف الايرور بتاعي، لو هو 10% 20% 30% يبقى معنى كده ان الايرور ده الفوركاستنج ده غلط تماما ولازم ما استناش لاخر السنه. اوكي. تاني حاجه لازم اخلي بالي من البيبل، للناس اللي بتحط الفوركاستنج ممكن يدوني بيانات خاطئه. اتفضل استاذ حسين. اتفضل. السلام عليكم يا دكتوره. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل دكتوره. اللي هو البيرت ميثود، هل الايكويشن بتاعته ممكن تتطبق من ضمن الميثودز اللي حضرتك قلتي عليها، الميثودز الجميله دي كلها من هو لاخرها؟ لا معلش ما سمعتش حضرتك، ممكن تاني؟ البيرت ايكويشن، بيرت ايكويشن اللي هي الماكسيمم زائد المينيمم زائد 4 في الـ في الـ في الـ في الـ في الافرج الموجوده اوفر 6 اللي هي البيرت. معلش سلايد رقم كام؟ معلش عشان مش متابعه حضرتك. لا هي مش موجوده، ما دخلتش في الميثودز دي. الميثود اللي بنستخدمها في السكيدولينج، اوكي. بناخد الماكسيمم، الماكسيمم فاليو والمينيمم فاليو زائد 4 في الافريج فاليو اوفر 6. اوفر 6 دي بتاعت ايه؟ بتاعت البيرت، البيرت البيرت بروجرس ايفالويشن اند ريفيو تكنيك. اوكي. لما بنيجي نعمل يعني مثلا في التايم مانجمنت، لما بنيجي نعمل البيرت يعني لما بنبقى بنعمل استيميشن للتايم، والموضوع برضه مش يعني في نوع من الداوت او نوع من يعني ات نيدز بريليمينري كالكوليشنز، بنحط الماكسيمم فاليو زائد المينيمم فاليو زائد ايوه 4 في الـ في الـ في الـ في, الـ في الافريج فاليو تمام اوفر 6. هل دي ممكن تبقى ابليكابل بالنسبه للاستيميشن كله او ولا هي بره السياق؟ لا لا هي في الفوركاستنج ما بنستخدمهاش، اصل هي فوركاستنج كسيلز الاول، انا بستنيت هبيع قد ايه. ايوه ما هو دي ما هي نفس القصه. يعني انا لو انا مثلا سنه من السنين انا بعت مثلا في شهر مثلا بعت فيه مثلا سي 100 يونت، واقل شهر بعت فيه مثلا اقل شهر 50 يونت، وانا تمام كل السنه ببيع مثلا الماكسيمم يعني معني 30 40 50 50 60 فهمت حضرتك، فهمت. فاقوم اخد الماكسيمم اللي هي ال 100 وال 50 وال 60 دي اتكررت كذا مره، اخد طيب. اضربها في الفور واضرب التوتال ده على ال 6 دي، اعتقد دي الايكويشن بتاعت البيل شيب. تمام فاهمه حضرتك. هي ممكن اطبقها بس هي مش هتديني برضو اكيوريت لشهر بشهر. هو في كذا طريقه نحسب بيها فوركاستنج، هي يمكن احسنهم اللي هي الويتد. هي دي انا كنت اسال حضرتك عليها بقى، يعني which is the better، which is the better method يعني او المور accurate بالنسبه للاستيميشن. وعلى فكره كلمه كذب الجمله والصدق، ودي انا زعلت منها على فكره، لان اللي بيعمل كده مش بينجم،
ده بيحسب ده 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 اما انا بقول لحضرتك هو اي فوركاست ليه ايرور، انا ما بقولش طبعا ان هو بينجمه، بس انا بقول لحضرتك هو اي فوركاست في العالم ليه ايرور، انت لكن كل ما حضرتك كان الايرور صغير كل ما كان احسن. وبيجي منين الايرور؟ كل يصغر ازاي؟ ان انا بعتمده على فتره قريبه قوي، وكل ما كان ويت افريج بيكون احسن. حضرتك بتشرح لي في اهم موضوع من الموضوعات تكاد تكون الامن والضعف في الدنيا بحد من الاخر، خلي بالك يعني بالظبط، وده اساس البلاننج اصلا. اهم موضوع في اي برودكت في اي حاجه يعني. الحقيقه يعني المحاضره رائعه وجميله، وانا ربنا يبارك حضرتك. مش بجامل يعني، دي فعلا يعني من اهم الميثودولوجيز يعني، لان يعني الاستاتستكس دي من اخطر حاجه، ودي اللي بتنجح البيزنس او بتعمل بشكل جدا جدا جدا. بس انا اي بريفير بقى اذا في نوع من الـ الليست اللي تحط فيها which is the best which is the most precise by experience. انا قلت لك هي حسب الاورجنايزيشن، حسب في انهي فيز، انا حسب البرودكت يعني. ما انا ممكن احط احسن فوركاست في العالم بس الناس ما تقدرش تعمل. طيب دي واحد حضرتك برضه، انا فاهم قصد حضرتك برضه يعني. انت لو قلتي which is the best، الناس هتطبق the best ده وتسيب بقيه الميثودز. بالظبط. ده غير ان في وقت ده ممكن يكون البيست، وممكن وقت ثاني ما يكونش البيست. الله يفتح عليك، دي النقطه اللي انا عايز اوصل لها بقى حضرتك. بالظبط. اذا في يعني ده طبعا دي عايزه محاضره خاصه جدا يعني، ان كل ميثود منهم نقول الكرايتيريوم بتاعت استخدامها ايه، او ايه which is the best والكرايتيريوم بتاعت الميثود دي. انت حضرتك بتتكلم في موضوع خطير، خلي بالك يعني. طبعا موضوع مهم جدا. انت حضرتك لو انا ما عنديش اي داتا سابقه، فبروح ناحيه الكواليتيتيف. ايوه يعني ما شاء الله عليك، معلش انا اسف والله، بس انا فعلا الموضوع فيري انترستنج وفيري امبورتنت، واي حد ما حضرش المحاضره دي خصم كتير قوي. بس انا يعني ابروبوز ان حضرتك تعمل لنا محاضره. ايوه. الاكسبيرينس بكل ميثود يعني. حضرتك شرحت بتاع يعني مش اقل من 7 8 ميثودز دلوقتي. بالظبط، عندهم كتير في مره واحده. لو كل ميثود بقى، او يبقى في نوع من الماتريكس بال 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 بالكونديشن بتاعت انهي فيهم which one will be the best. اوكي. تبقى في ستادي ان مثلا لو مثلا زي احنا مثلا في 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 في, في اسمه ايه ده في 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 التايم مانجمنت، احنا بنفضل اللي هو البيرت ايكويشن. بقيه الميثودز دي هل مثلا تم تجربتها ولقوا مثلا في الـ في الـ في الـ في السكيدجولينج بتاعت، انت عارفه طبعا التايم مانجمنت، يا اما الدايركت كالكوليشن بتاعت التايم. بقيه الطرق بقى الميثودز الجميله دي كلها والاخرها رائعه يعني، بس يبقى الكرايتيريوم بتاعتها ايه، او الكيس بتاعتها ايه، او يا ريت والله يا دكتوره يعني. انا شكلي كده محاضره، ومحاضره رائعه 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 جدا. ربنا يبارك حضرتك. ربنا يبارك فيك. لا ان شاء الله هجهز لحضرتك الفرق ما بينهم وايه احسن يعني، كل حاجه اني بيست براكتس اني كيس. ايوه الله يفتح على حضرتك يعني. دي يعني ممكن يبقى كل مثلا كل كيس يبقى لها ايه برايورتيز يعني. انا بقول يعني اصل دي هتعمل نوع من الكسل يعني. انا بشتغل مثلا في السكيدولينج، في التايم مانجمنت، في 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 الريسورس مانجمنت، بشغل البيرت ده خلاص، يبقى هم استقروا على كده او جربوا الطرق كلها واتعمل على كده، فمشيت على كده. انما بقيت بقى الكيسز البيزنس كيسز وكل انواع الكيسز اللي هي نيدز وتنيد، وانا بقول لحضرتك ده يعني ده one of the first principles او the first يعني issues that will help the success of any project. صحيح. او any business. دي الفيرست principle او most important principle يعني. لا انا بشكر حضرتك جدا. انا عارفه انها محاضره ممكن تكون تقيله شويه عشان ابدا ابدا ابدا، دي جميله جدا والله، وبستمتع بيها استمتاع ما بعد استمتاع. انا عندي هنا ريفرنس كبير للستاتستكس ان مانجمنت، فكرتيني بيه ده ما فتحتوش بقالي يمكن 10 سنين ولا حاجه، فممكن نرجع له برضه نبص عليه. لكن حضرتك ما شاء الله ربنا يحميك يا رب كده ويكثر من مشكلتك. مشكرين جدا جدا، ويا ريت حضرتك تتحفينا بقى ايه بمحاضره بهذا الشكل على هنسعد بيها كلنا يعني. ان شاء الله الاسبوع الجاي. شكرا جدا ان شاء الله، مرسي جدا لحضرتك. شكرا جدا. بنشكر بيم اريبيا وبنشكر كل الرجاله بتوع الحقيقه يعني. على ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب. شكرا يا دكتوره، كتر الف خيرك يا بنتي. شكرا لحضرتك يا دكتوره. امان الله. مع السلامه. مع السلامه.
في اي حد تاني في سؤال تاني محتاجين ايضاح، محتاجين ابعت لكم مثلا مسائل عن كل حاجة تبتدوا تجربوا فيها وتشوفوا بتتحسوا ازاي. طبعا باشمهندس حسين يعني ربنا يجازيه خير، ان شاء الله هعمل اللي هو طلبه وهبعته لكم برضه ان شاء الله، وممكن نعمل عليه محاضرة جديدة. انا عارفة ان هما التكنيكس كتيرة وتلخبط شوية، محتاجين تبصوا عليهم تاني، تقروا سلايس تاني وتراجعوا على المسائل تاني بايديكوا، هي مش صعبة خالص خالص يعني. وحطاكوا كمان فيديوهات ازاي تتحسب على الاكسل شيت، هتلاقوها سهلة قوي، يا ريت تجربوها يعني. في أي أسئلة تانية؟ أي إيضاح تاني؟ حد محتاج حاجة؟ هو كده تمام يا دكتور، كده الأسئلة انتهت، وشكرا جزيلا لحضرتك طبعا على سلسلة المحاضرات الجميلة اللي فاتت دي. ربنا يبارك حضرتك. جميع الناس في الشات هنا بتشكر حضرتك يعني، وبتشيد بالأسلوب الخاص بحضرتك يعني دايما. ربنا يبارك فيهم جميعا يا رب، ويا رب اكون افدتكم بحاجه. وانا عارفه ان ساعات يعني هو مواضيع فعلا بتبقى طويله جدا، بحاول اختصرها يعني، اتمنى ما يكونش اختصار اخل بالمضمون. لو اي حد محتاج اي اضافه يبلغني، لان فعلا كل موضوع من دول بيكتب فيه كتب بصراحه. انا بحاول بس ان انا ادي زي كبسولز كده تعريفيه بالموضوع، مواضيع كلها مهمه جدا، وطبعا حسب كل واحد شغال في انهي سيكتور بيهمه حاجه اكتر من حاجه. لو اي حد محتاج اي حاجه في اي وقت انا موجوده، محتاجين ماتيريالز اضافيه، محتاجين كتب حتى، محتاجين فيديوهات، انا تحت امركم يعني. شكرا جدا ليكم جميعا، شكرا، سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.